ابو بكر يتقدم بالعمق يسلم الى رونالد. رونالد يتقدم شايد حط الله 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 الكاميروني ما رضى المباراة تكون هادية، ما رضى الا بالتعادل. شوف 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 مقطوعة لصالح القادسية بيتقدم بدون طبعا خطرة خطرة لصالح القادسية بيكون حطم الجول جول حطم الجول شوف الرضفيري قطعها وشوف المطوع تقدم فيها وصنعها مقشرة إلى رونالد وينجا في مرمى نادي الكويت. جول 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 لصالح الغاسية. شوف 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 حاول فيها أيضا حاول فيها حميد ميدو لكن قوة رونالد وينجا في هذا المكان لا يستطيع أحد أن يوقفها، ما في أحد يقدر.